احنا اسعد ناس في الدنيا. انا يمكن مش عارفه والله اتكلم ومش عارفه اعبر عن مشاعري، ويعني جوايا فرحه كبيره جدا ومهزوزه قوي، لان انا مش عارفه فعلا اقول ايه. اليوم ده كنت اتمنى بس ان انا اكون موجوده وسط مشجعي ليفربول. كنت بعتبر نفسي من سعداء الحظ اللي شافوا اخر دوري ليفربول بيحققه موسم 89 90. اكشوالي السنه دي كانت بدايتي مع تشجيع الكوره، وبدات اشجع ليفربول. أنا بشجع ليفربول بقالي 30 سنة، ودي كانت أول سنة تشجيع اللي عرفت فيها الكورة عن طريق ليفربول. الفوز بالدوري مع كمشجع لليفربول حاجة ضخمة جدا، يمكن الواحد استناها كتير، ما كانش هتخيلها إنها ممكن تاخد طول الوقت ده. أقعد سنين مشجع ليفربول من سنة 98 تقريبا، ف فترة طويلة جدا جدا ان انت ان احنا ما نكسبش فيها الدوري. كان نفسي قوي كل الكافيهات اللي خرجنا منها واحنا مقهورين، والشوارع اللي مشينا فيها واحنا منهارين بعد خسارات ليفربول وهزايم صعبة جدا، كان نفسي الشوارع والاماكن دي تشهد فرحتنا وتشهد احتفالنا ونرفع فيها اعلام ليفربول. يمكن انا بشجع ليفربول من سنة 83، فمن زمان شوية، فبالنسبة لي مش اول دوري. بالنسبة لي شفت الدوري قبل كده كذا مرة، لكن اكيد 30 سنة كتير، اكيد كنت مستني بفارغ الصبر لقب الدوري من زمان. النهاردة يوم من اهم الايام واجمل الايام اللي عدت عليا كمشجع ليفربول، حسمنا الدوري 30 سنة في الانتظار، ذكريات لا تحصى على تعد في المحاولات الكتير جدا اللي حاولناها عشان نوصل. خلاص ما بقتش من القليلين اللي شافوا ليفربول بيكسب دوري، بقينا كتير الحمد لله، ويا رب نبقى افضل اكتر والدوريات تزيد والبطولات تزيد. يمكن قربنا في 2009 وقربنا في 2014 وقربنا الموسم اللي فات، لكن ما حصلش نصيب. يمكن الموسم اللي فات على نقطه وعلى 11 ميلي اللي الكره وقفت فيهم في ماتش مان سيتي على الخط. 2014 طبعا كانت قاسية شوية، لأن كان الخطأ الشهير لستيفن جيرارد في مباراة تشيلسي، لكن يعني مش عايزة أحمل الموضوع أكبر من حجمه، يعني خطأ بيحصل، حصل من أعظم لعيبة العالم. إزاي أسطورتك ومثلك الأعلى في الكورة يحصل كده؟ لقطة صعب جدا على أي ليفربولي إنه يشوفها تاني ويتخيل أصلا كانت تحصل في موسم كنا بنحفر في الصخرة عشان نوصل فيه. دي كانت أول سنة لينا نبقى رابطة معتمدة يعني من النادي، بس كنا احنا موجودين لينا وجود قبل كده، لكن دي كانت أول سنة لينا، فكان تجمعات كتير والماتشات كتير، فالسيزن يعني بدأناه كله إن احنا أي حاجة نجيبها فوق المركز الرابع دي بالنسبة لنا بونص. الماتش ده كان صعب جدا، الواحد كان متفرج جوه في البيت والموضوع موتر جدا ووقفة مش عارفة اقعد خالص خالص ولا لحظة، وبتعامل مع الماتش على انه ماتش نوك اوت ما فيهوش فرصة تانية. ليفربول وقتها كان كسبان اقرب منافس ليه هو مانشستر سيتي، وتحس ان الظروف كلها خدماك وعامل نتائج هايلة، عدد كبير من الفوز المتتالي، تحس ان الماتش خلاص يعني لصالحك، وتيجي غلطه زي دي للاسف يتسبب فيها ستيفن جيرارد اللي هو اكتر واحد كان يستحق انه يتوج بلقب الدوري الانجليزي. ناس كتير من اللي كانوا موجودين فعلا كان باين عليهم النتيجه، واي حد بيشجع ليفربول في الوقت ده اكيد اتاثر باللي حصل ده. افتكر انا مشيت تقريبا 5 كيلو من البيت، يعني اللي هو كل اللي في خيالي وفي بالي بتحاول تقول لنفسك اللي هو انت ما كنتش منافس على الاخر السنه دي، تخلص هتخلص غالبا تاني وهتروح تشامبيونز ليج، فابني بقى على الانجاز دوت او على اللي انت عملته دوت للسنين اللي جايه او السنه اللي بعدها على طول. لدرجه ان هو في الماتش ده مشي وقال بعد الماتش انه كان عايز يمشي من مدينه ليفربول، وبلغ مراته ووكيله ان هو محتاج يحجز اقرب طياره ويطلع بره البلد، لانه حس ان هو كان سبب ان هو يغزلهم كلهم. جيرارد اتزحلق، وطبعا مش ذنبه ولا مشكلته، بس الموضوع ده كان صعب جدا، ولكن هذه الدنيا وهذه الكورة، الدنيا بتدور. ناخد الدوري بماتش لتشيلسي قدام مانشستر سيتي في ميس باس من اخر مدافع، زي ما كان جيرارد حصل له سليبنج في اخر في الماتش قدام تشيلسي، فهذه الكورة اعتقد ده درس مهم. يعني كمان غير زهايا جيرارد اللي هي واخدت الهايلايت بتاعت الموسم، فكمان ماتش كريستال بالاس اللي هو كان 3-0 وبعد كده قلب 3-3 في الاخر، منظر اللعيبه بعد الماتش كان منظر صعب جدا، خصوصا احنا كنا فرق كربته كلنا على بعض، فالموضوع كان علينا يعني دمه تقيل شويه. اتقدمنا 3-0 وبعدين إيه فجاه كريستال بالاس بيدخل الجيم وبيتعادل باخطاء دفاعيه قاتله من دفاع ليفربول، وبنخسر الدوري رسميا. بالنسبه لي في الماتش ده، الماتش ده كان بالنسبه لي اعلان رسمي خساره الدوري. الحقيقه كان فيه كميه كبيره من الانهيار والزعل،
ودرجة اني فكرت بطل تشجيع كوره خلاص احنا ما مش هناخدها، مش هناخد الدوري، مش هنكسب الدوري، احنا بقينا بنخسر الدوري بايدينا. موسم 2018 بقى كمان اكد الموضوع ده اكتر، لان كمان حصل مشهدين فيه يعني مستحيل تماما نشوفهم في اي دوري. المشهد بتاع الاثنين سانتي بتوع ماتش سيتي اللي كانوا سبب الخساره الوحيده في الموسم واللي خلوا سيتي يفرق بنقطه، وكمان الكره بتاعه كومباني في ماتش ليستر اللي هو واحد مدافع برش السيما بشوتش اصلا جاي يشوط بها 18 شوطه، يعني نسبه الاحتماليه بتاعتها تقريبا صفر، وفي الاخر تروح الجون في المقص. فدي حاجه يعني هو يا جماعه لا احنا ممكن نشوف ليفربول يعمل اي حاجه، انما الدوري لا خلاص كده وقفت. السنه دي يمكن برضو ما كانش في اول الموسم ما كناش متوقعين ده برضو ان احنا هننافس بالشكل ده رغم المنافسه اللي حصلت السنه اللي فاتت، لكن كان الغالبيه بيتمنى ان ليفربول يقدر يحقق القاب الكؤوس اللي لعب عليها السوبر الاوروبي كاس العالم للانديه بعد طبعا تحقيق لقب الشامبيونز ليج السنه اللي فاتت، لكن طبعا اللي حصل في الدوري والشكل اللي مشي بيه المشوار في الدوري خلى الحمد لله اللقب يرجع بعد 30 سنه. الفريق كبير من بدري من شهر 12، فريق معقول اكبر من كل مره، عشان برضو الناس كانت في نص السيزون كده بتقلق وبتخاف وحاجات كده. النقطة الثانية الأهم إن إحنا ما كناش نافسنا في أي مرة كنا بننافس فيها، المباريات اللي فاتت وخصوصا في الفوز بالدوري كنا بننافس السنة اللي قبلها على طول، فده حصل المرة دي. أنت كنت بنفس السنة اللي فاتت لما خسرت الدوري فرق نقطة، فالسنة دي تحس كده إن أنت عندك الخبرة بتاعت المنافسة. يعني جينا في 2019-2020 الموسم ده الحمد لله قدرنا بمجموعة من أفضل لعيبة العالم في مراكزهم ومدرب من احسن مدربي العالم، او هو فعلا احسن مدرب في العالم واحد زي يورجن كلوب، وقدر يحسم الدوري قبل انتهائه بسبع جولات. الحمد لله قدرنا نوصل للهدف في النهايه. الاهم من ان احنا ناخد الدوري ان احنا نستمر في المنافسه عليه، وان شاء الله ما يبقاش الدوري الاخير، ان شاء الله نكمل كده ونكسر رقم يونايتد. الدوري ال 19 لليفربول اكيد يورجن كلوب له فضل كبير جدا في ده، اكيد من يوم ما يورجن مسك الفرقه في 2015 وهو اعاد مره اخرى الايمان واعاد الثقه الكبيره بين الفرقه وبين الجمهور واعاد الحب الكبير اللي كان الناس مفتقداه لفتره طويله جدا نتيجه ان الفريق كان بعيد، لكن كلوب له فضل كبير جدا، وكل اللي فيه الفرقه من بطولات دوري ابطال سوبر كاس عالم الانديه والدوري اكيد الفضل الاول فيه يرجع ليورجن كلوب.